في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تربحوا الفلوس غير من كانفا. ما كنهضرش غير على صريف، كيفاش دير الفلوس ديال بصح. وملي كنقول هاد لا ميثود الخوت بلا فلوس راه 100% بلا فلوس، ما غاديش تحتاج داك البرو كانفا اكاونت باش تقدر تستعمل هاد الميثود هذه. فغنقولها ونعاودها، تبع معايا من الاول حتى الاخر باش تعرف هاد لا ميثود هذه كيفاش خدامه على بركه الله. كما كتشوفوا الخوت كانفا عندهم جوج ديال الانواع ديال لي كونط، كاين اللي بلا فلوس 100% بلا فلوس، كاين اللي بالفلوس. كاين واحد ديال تيمز ما غاديش نهضروا عليه دابا. اللي بالفلوس كانفا برو فيه ديز اوبسيون اكثر، بحال بزاف ديال لي شوا ديال الجرافيكس وداكشي هذاك، وديز اوبسيون واحد اخرين بحال ترانسبيرنت باك جراوند وداكشي. ولكن لهذا الفيديو هذا غادي نستعملو غير الكانفا بلا فلوس الخوت، ما غاديش تحتاجوا الكانفا برو كاع. الوغ ما كاينش اللي يقول لي عدنان ما عنديش الفلوس، عدنان كانفا برو بالفلوس كذا وداكشي هذاك، غتستعملو غير اللي بلا فلوس. الوغ ستيب الاولى غادي تمشي تسجل في كانفا، هنا غنخلي لك اللين تحت في الديسكريبشن. ماشي الا بدات تختار البرو اكاونت غادي تختار غير الفري اكاونت. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هي كانفا، كانفا واحد سوفتوير واعر ديال الديزاين زوين، الاكثر هي بالنسبه للناس المبتدئين، ما فيش داك الشيء صعيب، اي واحد يقدر يصوب ديزاين. ماشي الا بدات تكون عندك واحد الاكسبيريونس از ا جرافيك ديزاينر ولا شي حاجه بحال هكا. وتعطوك عرام ديال التمبليت الخوت، كثر 250 الف ديال التمبليت، وكثر 100 ديال لي تيب ديال الديزاين اللي تقدر تصوب فيهم، وكثر مليون ديال فري فوتوز والجرافيكس اللي تقدر تستعمل. فبالنسبه لهذا الفيديو الخوت غادي نستعملو غير داك الشيء اللي بلا فلوس كما كتشوف. ستيب ثاني الخوت هي غادي نختاروا واحد التصويره اللي غادي نبيعوا، غادي ندخلوا بها الفلوس الخوت. غتقدر تقول لي عدنان كيفاش غادي دابا ندخلوا الفلوس عن طريق البيع تصاور ديال كانفا؟ واش باغي تكذب علينا ولا كيفاش؟ غادي نزيدوا القيمه المضافه، وهنا غادي نوريك كيفاش. غادي نكرياو شي حوايج اللي غادي نبيعوهم في اتسي عن طريق ديجيتال برودكتس، يعني غادي يكونوا منتجات رقميه. واتسي راه غني عن تعريف، بزاف ديال الناس خدامين فيه وكيطحنوا باب هذاك الدولار مزيان. انسان خاصو غير يتحرك الخوت، خاصو يقلب على الحل. اتسي الخوت من احسن لي مارشي اللي تقدر تخدم فيهم، وعندهم جوج ديال الانواع ديال البرودوي. كاين فيزيكال برودكتس يعني لي برودوي الملموسين اللي كتقبطهم، وكاين ديجيتال برودكتس اللي هما منتجات رقميه. واللي زوين في اتسي هو كتلقى ديزارتيست خدامين فيه، يعني الناس كحرفيه كيخدموا داكشي بيديهم وداكشي هذا. كتقدر تلقى في اتسي شي حوايج اللي يونيك ما تلقاهمش في بلايص واحد اخرين. تاجي نهضروا دابا على لو تيب الثاني اللي هو ديجيتال برودكتس. مثلا بغيتي شي كالوندريي، ماشي الا بدا كتشري كالوندريي فيزيكال يعني كتقبطو في يديك، كتشري ديجيتال، شي واحد مديزايني داك الكالوندريي هذاك، وانت كتحمل داك ديجيتال برودكت هذاك وكتبرينتيه ولا كتطبعو. غادي تبيع هاد ديجيتال برودكتس اللي المشتري غادي يحملهم على شكل ديجيتال برودكتس ويمشي ديك الساعه يدير بهم شنو ما بغى. واللي ما عارفش علاش كنهضر، هانتوما الخوت جيت لاتسي وكتبت ديجيتال داونلود، هانتوما عرام ديال الناس كيبيعوا مع راساتهم. بلانرز، هذا كيبيع قلب، هذا كيبيع رجلين ديال دغري صغير، هانتوما بيست سيلر، بوبيلار ناو، بوبيلار ناو، ها الناس كيبيعوا مع راسهم. هانت هاد البرودوي هذا باع 6162 الباوند، 6 المليون ونص، ولا علين 7 المليون الخوت مغربيه في الشهر من برودوي واحد. قول لي المنافسة كتعطينا غير الكذوب عدنان. هاد ليكستونسيون اللي كنستعملها الخوت سميتها اللورا، انا نخلي لكم اللين ديالها لتحت بالنسبه للناس اللي انتريسي. هي اللي كنستعمل باش كندير الماركت ريسيرش ديالي في اتسي، فريمون ناضيه. عندي البريميوم سبسكريبشن ديالها، مي فيها حتى الفري سبسكريبشن، دخل استعملها بلا فلوس غير باش تبداو تيست. كما كتشوفوا الخوت هاد الطريقه هادي من احسن الطرق باش انك تربح الدخل السلبي من الانترنت. كتحط لي برودوي ديالك كيتباعوا، انت ما كتصيفط ما كيصيفطوا ليك ما والو، كيتباع داك الشيء، هما كيحملوا البرودوي وانت كتدخل الفلوس وانت متكي مع راساتك. كم من بعد، ولكن في الاول خصك تخدم ولا بدا. الكونسيبت هو كنبيعوا شي حوايج اللي الناس غادي يحملوهم. دابا خاصنا نفكروا مع راسنا شنو هاد الحوايج اللي غادي نبيعوا. تقدر تبيع بحال هادي ولا بحال هادي ولا بحال هادي ولا وريفر. انا فكرت مع راسي كالوندريي اي واحد يقدر يصوبوا، ولا كالوندريي فريمون مطلوبين بزاف وعندهم واحد ليوتيليتي زويونه، هي ان الناس كيبغيو يتراكيو داك الشيء اللي كيخدموا عليه، كيبغيو اورغانيزيو راسهم وكذا وكذا. وكما وريتكم غير هذا البرودوي هذا اللي هو ديجيتال بلانر كيبيع 6162 ديال الباوند في الشهر الخوت، في شهر واحد غير من هذا البرودوي هذا بوحده. نعم الله السطور كامل شحال كيبيع، اجي ندخلوا نشوفوا شحال كيبيعوا. هذا باعوا 99000 ديال المبيعات، 129. ولا جينا نشوفوا لي بري ديالهم، ها 15 ديال الباوند، 13 ديال الباوند، 10 ديال الباوند، 13، نقولوا حنا غير 10 ديال الباوند كيبيعوا اخي. شحال هادو باعوا؟ 99000 مضروبه في 10،
وكذا نقولوا علينا مليون ديال الباوند اخاي مليار وزيادة. هادشي انا ماشي نكذب انا هنا بكون كذب. اه شوف ها هاي حداك شيا اجي نقرب لك ها هاي 99129 ديال السيلز ضربها في 10 عطاتك مليون ديال الباوند. مليون ديال الباوند بالفلوس المغربية هي مليار و100 الف ولا مليار و200 الف مغربية. اوكي دابا غنوريكم كيفاش هادشي كيتصاوب الخوت في كانفا بلا فلوس. جينا لكانفا تسجلتي قاديتي المسائل ديالك غتدخل لهنا وغادي تكتب كالندر غيعطيك بزاف ديال التامبليت. ها انت كما كتشوف عرام ديال التامبليت عطيني انا 2479 ديال التامبليت نختار وحده من هادو. انت استراتيجي اللي غتخدم بها خا هي غادي تشوف ثلاثه ولا اربعه ديال التامبليت اللي عجبوك غادي تحاول تكومبينيهم لصقهم شي معاشي هز اليمنت من هنا ومن هنا ومن هنا وحاول تكون كرياتيف كما غادي نوريك دابا. انا نعطيك مثال حي انا كاع ندخلوا لهادي مثلا هادشي ديالها ناضي حنا غنحيدوا هادشي هذا كامل غنخليوه غير الكالندري صافي حنا حيدنا كل شيء دابا خاي نبدلو هادي نرجعو اكتوبر نايس بحال هكا. هاد لي دات هادو خصهم يتقادو لان ساندي هو لو 2 اكتوبر المهم خص هادو يتقادو ما عنديش الوقت باش نقادهم. انا كنعطيكم غير مثال الخوت. دابا غادي نجيبو شي حاجه ديال الخريف شي ورقه الشجر ديال الخريف ولا شي حاجه بحال هكا نمشيو غير الاليمنت بحال هكا نقلبوا عليها. هنا لقيت وحده هنايا جيبها بحال هكا بغا واحد شويه بس الانسان غير يكون شويه كرياتيف الخوت ندير كوبي كولي على هكا عاوتاني جيبها لهنا نايس هي تقدات. دابا هادو جايين من فوق من الكالندري ما بغيناهمش بحال هكا غادي نرجعهم الله نبك على هاد ليماج هادي ونجي للبوزيسيون وندير تو باك غادي نصيفطهم الله. دابا هادي بقات مازال باينه بزاف هادي ترانسبيرنسي غادي نجي للترانسبيرنسي بحال هكا ونكبرها نبغيها تكون شي 80% ممكن هادشي الا كبرتها كاع ولا كاع تقدر دير لها انت هكا ممكن ونديرو لها 90% صافا باش بحال اللي تبقى تحت منها شي شويه ولا تقدر دير 80% المهم اللي بغيتي انت. هادي ما بغيتهاش تبقى مجبوده بزاف بحال هكا ندخلها هاد ترانسبيرنسي هادي بغيت نجيبها لاصقه مع الكالندري شحال الوقت خدا لي هادشي الخوت. انا قديت كالندري بوم جيبوا هادي لهنا. دابا اكتوبر ياك نقدروا نجيبليكيتي وهذا البيج هذه ندوبلوها ونديروا هنا نوفمبر غير هاد لي دات خصنا نقادهم بطبيعه الحال. وهذا الثيم هذا نقدروا نبدلوه نديروا شي حاجه ديال نوفمبر عاوتاني ديسمبر نديرها عاوتاني ديسمبر نديروا مثلا ثلج ولا المهم شي لعيبات بحال هكا تقاد جيبليكي مع راسك حتى تقاد العام كامل وبيعوا نتايا على شكل بي دي اف فيه العام كامل. كيفاش كتقدر تبيعوا غادي تجي غير لهنايا للشير بحال هكا غتمشي للداونلود غتخلي هادي بي دي اف برك على كروب ماركس اند بليد فلاتن بي دي اف. هاد الار جي بي غتخليها غير الا غادي تستعمل هاد اللعبه هادي الديجيتال يوز بدلها سي ام واي كي الا داك الناس اللي غادي داونلودو من عندك البرودوي ديالك غادي يبرينتيوه ولا غيطبعوه ويستعملوه في العالم الحقيقي ماشي ديجيتال. مي هاد لوبسيون هادي بالبريميوم يعني خص تكون عندك سبسكريبشن مي ماشي الا بدا سيليكسيونيها. المهم انا غير بغيت نعطيكم احسن لي زوبسيون. وكاين الخوت عاوتاني الناس اللي كيبيع بيعوا غير هاد لاباج هادي بوحده مثلا بغيتي الكالندري غير ديال نوفمبر ولا غير ديال اكتوبر وهي غاديه. اللعيبه فين انت غادي تزيد القيمه غادي تزيد لا فالور هي في الكاستمايزيشن والبيرسوناليزاسيون ديال هاد الباج هادي. كالندري راه كالندري انت غير غادي دير داك الحوايج اللي غادي يليقوا بزاف ديال لي زوديونس. ومادام ان هادشي ديال ديجيتال برودكت الخوت ما فيهش كاع الكوست ما فيهش يعني الصيار بزاف الفلوس اللي كتدخل اكثريه منهم كيكونوا بروفيت. ولا بغيتي تعرف تخدم مزيان في هاد الدومين وتعرف دير شيرش مزيان استعمل هاد التول هذا نصحك به بزاف. انا نخلي لك اللين لتحت في الديسكريبشن تقدر تستعملو بلا فلوس في الاول غير باش تيستيو داكشي هذا. ودابا هذا الخوت راه غير نوع من الانواع ديال لي برودوي اللي تقدر تخدم عليهم راه كاين عرام ديال لي برودوي خاصك دير الريشيرش ديالك وتعرف علاش كتخدم. دابا المشكل اللي غادي يبقى عندك هو ان ملي غادي تصوب هذا البرودوي هذا وتبغي تحطو في اتسي خاصك تخلص على كل برودوي تبغي تحطو في اتسي 20 سنت. كاين بزاف ديال الناس ما عندهمش داك 20 سنت فواحد اللعبه كديرها اتسي هي كل شوب كيقدر ريفيري شي واحد يجي لاتسي ولا داك الواحد كليكا على داك اللين اللي داك الشوب هذاك عطاه كياخذ 40 ليستينز بلا فلوس وحتى داك الشوب هذاك كياخذ 40 ليستينز بلا فلوس. ونعطيكم واحد التيب واحد اخر الخوت الا بغيتو تبقاو تاخذوا بزاف ديال 40 ديال ليستينز بلا فلوس غادي تمشيو تجيبوا ريفيرال لينك ديالكم حتى نتوما منين تفتحوا الشوب ديالكم غادي تمشيو غير لهنا لاتسي ريفيرال بيج غتدخلوا لهنايا غادي تبركوا على ريفيرال بيج غادي يعطوكم ريفيرال لينك ديالكم هذا ديالي الخوت. ديك الساعه شنو غتقدروا ديروا غادي تمشيو تسوقوه غتحطوه اما الى عندكم شي يوتيوب شانل تحطوه تما ولا كاين واحد اللعيبه اللي ما حتى شي واحد كيهضر عليها الخوت. اجي غير الاتسي وغادي تكتب 40 ليستينز 40 ديال ليستينز غادي تلقى بزاف ديال الناس كيديروا الادفيرتايزين اللين ديالهم ديال اتسي باش ياخذوا 40 ليستينز. ها انتم الا دخلنا لهذا وبركنا عليه غادي يقول لك ها انت اللينك ان ذا ديسكريبشن خذ 40 ديال ليستينز بلا فلوس. اوليا شفتوه
حاليا ديالي اللي وريتكم على الدار. دابا ستيب الخامسة الخوت هي انكم استعملوا شوية ديال الكرياتيفيتي وتسكيليو البيزنس ديالكم. كاين ستيشنري وداونلودبل برودكتس بحال هكا كما كتشوفوا، هادو كاملين تقدر تصوبهم في كانفا ساهلين ماهلين. ولا ما قداتكمش كانفا، راه كاينه حتى كرياتيف فابريكا بالديل اللي عطيتكم ديال دولار واحد الخوت. عندك عرام ديال الفونتس اللي تقدر تستعمل، عرام ديال الجرافيك اليمنتس اللي تقدر تستعمل، كيعلموك حتى كيفاش ديزايني. كاين البندلز، كاين بزاف. دولار واحد باش تبدا في الشهر الاول راه سي امبوسيبل انك ما تدخلش دولار واحد في داك الشهر هذاك. واللي باغي يتعلم كيفاش يصوب الديزاين ويخدم في الطباعه عند الطلب، مات با امازون كي دي بي وداك الشيء هذا كامل اللي كنشرحوه في لاشين ديالنا، راه لاشين عامره بلي ريسورس، عامره بالمعلومات. خاص غير بنادم يتحرك ويخدم على راسو ويدير شويه ديال ليفور، يستعمل شويه الكرياتيفيتي وما يبقاش معكاس. دابا خاي ما كاين غير طحان في هذاك الدولار. بالنسبه للناس اللي محتاجين كونت ديال ماتش با امازون ولا كيعرفوا شي واحد اللي محتاجو، راه كنبيعوا لي كونط ويوصلوكم في ظرف 24 ساعة ان شاء الله. تقدروا تشريو الكونط ديريكت من السيت ديالنا اللي غنخلي لكم لتحت في الديسكريبشن، ولا كاين طرق اخرى ديال الدفع. اتصلوا بينا ان شاء الله وقولوا لنا الطريقه المفضله ديالكم ديال الدفع ونقول لكم شنو ديروا. وبالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا ماتش با امازون من ا حتى لزد، راه عندنا لي فورماسيون ديال ماتش با امازون، هنا غنخلي لكم لين تحت ان شاء الله. واللي بغى هديه ديال 100 نيشات خدامين مزيان، هنا غنخلي لكم لين تحت. واللي ما عندوش الوقت باش يقلب على النيشات ولا ما كيعرفش كيفاش يقلب، راه عندنا سيرفيس ديال النيشات، غنخلي لكم اللين حتى هو لتحت. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ديروا واحد لايك، بارطاجوه مع خوتكم، شاركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم. خليوا لي اسئله ولا تعليق لتحت في الكومنتس، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.